لا اعتقد انه اكو انسان عاقل في مولدوفا يفكر. لكن انظر استاذ احمد، اكو قضيه مهمه جدا. روسيا بحاجه لنقطه اشغال اخرى مثل ما قلت تشكل عمليه هروب. الكل يخشى على سبيل المثال من بيلاروسيا. بيلاروسيا الكل يتوقع انه ربما في اي لحظه نتيجه لتبعيتها الى موسكو وضغوط موسكو عليها سوف تدخل هذه الحرب. واذا دخلت بيلاروسيا الحرب ضد اوكرانيا آنذاك سيكون هناك جزء ولو حتى بسيط من الثقل ينزاح عن روسيا ويحل على بيلاروسيا. لكن مع كل العلاقة الخاصة والمميزة بين لوكاشينكو وبوتين وكل التبعية التي يقع فيها نظام لوكاشينكو، إلى أنه حتى الآن لوكاشينكو يرفض وبإصرار كما يبدو، يعني هذا لم يظهر في أي تصريح، كما يبدو يرفض التورط في القضية الأوكرانية. كم كثر الحديث عن هذا الأمر وكم حصلت تحشدات وكم تحدث لوكاشينكو بشكل عدائي تجاه أوكرانيا وكم قيل وكم قيل، لكن يبدو حتى الآن لوكاشينكو خائف من التورط أكثر من هذا مع بوتين، ولم تفلح كل الضغوط التي مورست عليه. لهذا يتم الآن افتعال قضية مولدوفا. مولدوفا باعتقادي الشخصي هي نتيجة خيبة أمل من بيلاروسيا، وطبعا غير معلنة ولا يذكر فيها أحد، والعلاقات سمن وعسل بين لوكاشينكو وبوتين. لكن باعتقادي أن الروس إلى حد ما لا أقول غاضبين وإنما محبطين من موقف بيلاروسيا الذي رفض حتى الآن الدخول في الحرب. باعتقادي بالنتيجة أن هناك عقلانية تلم بكل المنطقة هذه اللي تفكر بشكل عدواني، يعني هذه المنطقة كلها سواء روسيا سواء الصين سواء بيلاروسيا سواء أي دولة أخرى اللي كانت تعتقد أو ترى في الغرب أنه هو وصل في مرحلة من الضعف مناسبة جدا لكي نطلق العنان لأطماعنا جميعا. بوتين في أوكرانيا وشي جين بينغ في تايوان ومن يدري في ماذا يدري. الكل الآن ضربت مثل ما يقولون بالعراقي ضربت بريك، شافت ردة فعل الغرب، شافت الكذا، صمود أوكرانيا الغير متوقع، كل هذا جعل الجميع يحسبون أكثر من مرة قبل أن يورطون أنفسهم. الوحيد اللي داخل الآن بالورطة ولا يعرف كيف يخرج منها بماء الوجه هو بوتين. بوتين هو الوحيد المتورط. الآن يبدو واضحاً أن الصينيين أدركوا عمق الأزمة التي ممكن أن يدخلوها. هدأت الأمور نسبياً على مستوى تايوان. لوكاشينكو كما قلت لك يرفض الدخول في هذا الموضوع. فبالتالي بوتين هو ما زال هو الوحيد الذي، يعني أنا أتفهم، هو لا يستطيع الآن فجأة أن يقول لك أنا موافق. هو أكثر من مرة عبر رسالة يقول أنا موافق ومستعد أضع إيدي، لكن على الأقل خلوني أحتفظ بالدونباس، خلوني أحتفظ بخيرسون وإلى آخره حتى أطلع ماء الوجه. وهم جميعا مصممين وعلى رأسهم زيلينسكي والشعب الأوكراني أنه هذا لن يكون ولن يقبلوا به. لهذا هو الوحيد الآن في ورطة يعاني لوحده نتيجة هذه السياسة.